الذبحة الصدرية هي نوع من الآلام الحاد أو الأوجاع في الصدر، وسبب ديالها راجع عن انخفاض في تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى عضلات القلب. وهاد الآلام تقدر تمتد إلى الفك السفلي أو العنق، الذراع، الكتف وحتى اليد. وصفوها المصابين بحال شي كتلة ثقيلة محطوطة على الصدر ديالهم. والذبحة الصدرية تقدر تدهور في أي لحظة وتصبح نوبة قلبية اللي هي أشد خطورة إلى الشخص أو المصاب ما تلقاش العلاج. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم باختصار الإسعافات الأولية الصحيحة والبسيطة اللي تقدروا تقدموها المصاب بالذبحة الصدرية. بقوا معايا. مرحبا بكم في القناة اللي كتشمل عدة مواضيع: الصحة، الإسعافات الأولية، وكذا العناية بالبشرة. إذا كنتو جداد في القناة ما تنسوش الاشتراك، ضغطوا على زر الاشتراك وكذا الجرس للتواصل بالجديد. نبدأ بالسبب الرئيسي في حصول الذبحة الصدرية، واللي هو ناتج عن انسداد جزئي في الشرايين اللي كيتواجدوا في سطح القلب. شنو كيوقع فيهم؟ كيوقع فيهم واحد التراكم ديال الدهون في الداخل ديالو، وكنتيجة الدم الغني بالأكسجين ما غاديش يدوز العضلة ديال القلب ولا العضلات ديال القلب بكمية كافية. هاد الشخص المصاب إلا كان جالس ومرتاح ما غادي يوقع ليه والو. علاش؟ حيت التدفق ديال الدم في الشرايين غادي يكون بواحد الكمية اللي هي ضعيفة، يعني العضلات يتوصلوا بالكمية الكافية. على عكس الشخص اللي كيكون في واحد الحالة ديال الضغط عصبي ولا كيقوم بواحد التمارين رياضية، هنا كنعرفوا انه على مستوى الشرايين ديال القلب كيكون واحد الطلب زايد في تدفق الدم. وهنايا كي ذكرت لكم قبل راه كاين واحد الانسداد جزئي، وللاسف في ديك البلاصة ما غاديش تدوز واحد الكمية وفيرة من الدم الغني بالاكسجين. وكنتيجة كي الشخص المصاب كيوقع عليه واحد الالام على مستوى الصدر اللي تقدر تمتد المده ديالو ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق. في هذه الحاله يقدروا يمشيو بسرعه ويزولوا الى الشخص المصاب عطى راسو الراحه في ذاك الوقت بالذات وخدا الدواء اللي كيعطيه ليه الطبيب. ونعطيكم كمثال ديال هذا الدواء بحال تخينيتخين. ندوزو الانواع الذبحه الصدريه اللي هما 3، ونبداو بالنوع الاول اللي هو الذبحه الصدريه المستقره واللي هي اكثر شيوعا، والاصابه بها كتوقع من شخص مصاب كيقوم بواحد المجهود بدني كمثال تسلق السلالم او الرياضه البدنيه كي ذكرت لكم قبل. وهذا هو النوع اللي معروف بزاف، والمده ديالو كتراوح ما بين 5 حتى 10 دقائق، وكاع هاد الالام كيمشيو الى غير شخص عطى راسو الراحه وخدا الدواء ديال الذبحه الصدريه. اما بالنسبه للنوع الثاني اللي هو الذبحه الصدريه الغير المستقره اللي كتوقع حتى اثناء الراحه، والالام ديالها كتكون متكرره وحتى الحده ديالها قويه والمده كتكون اطول. المده تقدر تراوح ما بين 20 حتى 30 دقيقه، وهذا النوع كيكون اكثر خطوره، والالام ما كتمشيش واخا الشخص المصاب كيعطي راسو الراحه، حيت في هذه الحاله يقدر يكون وقع ماشي واحد الانسداد جزئي، لا يقدر يكون وقع حتى واحد تمزق في الشرايين اللي كتواجد على سطح القلب، ولا كيوقع فيهم واحد تجلط ديال الدم في داخل هاد الشرايين. في هذه الحاله خاص ضروري الشخص يتلقى العنايه الطبيه العاجله، حيت تقدر تدهور الحاله ديال الذبحه الصدريه بسرعه وتصبح لينا نوبه قلبيه اللي هي اشد خطوره وتقدر تؤدي الموت ديال المصاب. وكاين النوع الثالث اللي هو الذبحه الصدريه المتغيره اللي هي نوعا ما مشابهه للنوع الثاني،
حيت كتوقع حتى اثناء الراحه، ولكن هي واحد النوع اللي هو نادر ما كيوقعش بزاف. وحتى الا وقع عند المصاب الالم كيكونوا في الساعات الاولى ديال الصباح ولا في الليل، وكيزولوا الالم اثناء اخذ الدواء المخصص للذبحه الصدريه. اما بالنسبه للاعراض والعلامات اللي غادي تخليكم وتعاونكم باش تعرفوا على ان هذا الشخص المصاب كيعاني من الذبحه الصدريه، واللي هما متعدده، نذكر منها الشعور بالالم الحاد على مستوى القفص الصدري اللي يقدر يمتد الفك السفلي، العنق، الظهر، الذراع، الكتف. كذلك حصول ضيق في التنفس اللي يقدر يغير من لون ديال الوجه. يقدر يوقع حتى غثيان، تقيؤ، الدوخة، التعب، وعدم القدرة على القيام بأي مجهود بدني. إلا لاحظتوا هاد الأعراض في المصاب وماشي بالضرورة يكونوا كاملين، هنايا تقدر تبدأ تقدم الإسعافات الأولية اللي غادي نذكر لك، اللي هي بسيطة وصحيحة لمساعدة هاد الشخص. أول شيء يجب القيام به هو الراحة التامة للشخص المصاب. يعني إذا كان كيقوم بواحد المجهود خاصو يحبس، ولا بشي عمل خاصو يحبس ويجلس، لأن الحركة في هذه الحالة ما غادي تؤدي غير في تدهور الحالة. ثاني خطوة تقدروا تقوموا بها هي وضع الشخص المصاب في وضعية نصف جالس كما كتشاهدوا معايا في الصورة، وهذه الوضعية مناسبة لهذه الحالة لأنها كتقلل نوعا ما من تدفق الدم إلى القلب. ومن بعد هذه الخطوة يجب الاتصال فوريا بالطوارئ، وفي انتظار وصول المساعدة الطبية يمكن مساعدة الشخص في أخذ دوائه، يعني الدواء ديال الذبحة الصدرية. وفي أغلبية الأحيان هذا الدواء كيكون على شكل أقراص أو رشاش سبراي اللي كيتوضع تحت اللسان. وكما كتعرفوا الشخص المصاب يقدر يكون كيعاني من الخوف والقلق، وانتيا كمساعد تقدر تعاونه في التهدئة ديالو، يعني حاول تقلل من التوتر، ولكن شي سبب اللي كيخليه في واحد الحالة ديال الضغط عصبي حاول تحيد هذا السبب إلى كان ممكن. وكخطوة نهائية اللي تقدر تقوم بها واللي هي مراقبة التنفس وضربات القلب بطريقة مستمرة إلى حين وصول الإسعاف. وهذا كان موضوعنا اليوم، نتمنى تكون عجبتكم الفيديو، نشوفكم فيديو لاحق إن شاء الله. إذا كنتم جداد في القناة ما تنسوش الاشتراك، ضغطوا على زر الاشتراك وكذا الجرس للتوصل بالجديد.